حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ربما أضحت الخطر الأكبر الذي يهدد أمن الشرق الأوسط واستقراره، بل والعالم برمته. هكذا يحذر كثيرون ممن يرون أن استمرار الدمار والعدوان في غزة سوف يؤدي إلى اتساع الصراع وتطوره في المنطقة بشكل لا يمكن لأحد أن يسيطر عليه. هذه التحذيرات تأتي في ظل الأحداث المتصاعدة التي يشهدها الجنوب اللبناني بالتزامن مع الاستهداف المتكرر لقواعد أمريكية في العراق واستهداف الحوثيين للسفن في جنوب البحر الأحمر. فيما يتعلق بالملاحة الدولية، يقول الحوثيون إن هجماتهم تستهدف سفناً مرتبطة بإسرائيل رداً على حرب غزة، وإن الطريقة الوحيدة التي سيتوقفون بها هي التوصل لوقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. على الجانب الآخر، تحاول الولايات المتحدة بمشاركة بريطانيا أحياناً ردع الحوثيين عبر شن ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم، ويرد الحوثيون عبر استهداف سفن هاتين الدولتين. وعلى الجبهة اللبنانية، تشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً وتبادلاً لإطلاق النار وقصفاً بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ 7 أكتوبر، فيما تهدد إسرائيل في تصريحات متكررة على لسان قادتها بشن حرب مدمرة على لبنان. وعلى جبهة أخرى، تعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا للهجوم نحو 150 مرة من مسلحين متحالفين مع إيران منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، بينما ردت الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات في العراق ضد 3 منشآت مرتبطة بفصائل متحالفة مع إيران يوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق أدى إلى إصابة جنود أمريكيين. وهنا يمكن القول إن الحرب في غزة تذكر بأن الصراعات لا يمكن تجميدها وتجاهلها، وأن النار تحت الرماد ربما تنفجر في وقت ما لتحرق الجميع.